أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء اليوم أجواء باردة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة، تراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. تستمر هذه الأجواء حتى مساء يوم الغد، ومن بعدها راح يقلب الهواء كوس، وأيضا راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة، وأيضا هناك سحب متفرقة راح تظهر ابتداء من منتصف يوم الخميس. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء معتدلة، الرياح شمالية غربية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 28%، أما الرؤية الأفقية تتجاوز 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجه عام على أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية. لازلنا تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مستمر معنا اليوم مباشر، وكذلك لعدة أيام مع رياح شمالية غربية، إلى حين عطلة نهاية الأسبوع راح يبدي يقلب الهواء جنوبي شرقي، وعودة أيضا لتكاثر بعض السحب ابتداء من منتصف يوم الخميس على دولة الكويت، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية، وكذلك على جنوب جمهورية العراق. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء باردة مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعتها 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أجواء باردة، متوقع تصل درجة الحرارة في الشقاية والسالمي إلى 8 درجات مئوية، أما في المطلع والجهرة 9 درجات مئوية، بينما في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي متوقع 11 درجة مئوية، على الساحل 14 إلى 15 درجة مئوية، وحول هذه المعدلات على أغلب المناطق البرية. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد تستمر معنا الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، أيضا أجواء راح تكون باردة، والإحساس بالبرودة راح يكون أكثر من الدرجات المحطوطة على الخريطة، وأيضا تستمر معنا الرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. منتصف يوم الغد أجواء معتدلة بوجه عام، استمرار في الرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الغد تراوح ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية، وكذلك على الجزر راح تبدي تنخفض تدريجيا مع نهاية منتصف يوم الغد، متوقع تصل تقريبا الساعة 3 العصر إلى 19 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. مساء يوم الغد ترجع الأجواء باردة مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تراوح ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية على المناطق الغربية، 13 في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، 15 إلى 16 على الساحل، 12 درجة مئوية المتوقعة جنوب البلاد ما بين الوفرة والنويصيب، أما شمالا في العبدلي متوقع تصل إلى 13 درجة مئوية. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج نهارا راح يكون ما بين 1 إلى 3 قدم، أما مساء يوم الغد راح يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 2 قدم، وهذه الفترة من فترات الفساد اللي تكون فيها تيارات الماي ضعيفة. المد الأول باكر راح يكون الساعة 5:44 دقيقة الصبح، المد الثاني الساعة 6:40 دقيقة مساء، الجزر الأول الساعة 12:12 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة، أما الجزر الثاني الساعة 12:08 دقائق الظهر. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:30، شروق الشمس الساعة 6:44 دقيقة، أما موعد أذان المغرب الساعة 5:07 دقائق. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة باشر راح تكون رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة، أجواء مشمسة معظم الوقت مع درجة الحرارة العظمى المتوقع 20 أما الصغرى 8 درجات مئوية. يوم الخميس راح تكون رياح متقلبة الاتجاه تتحول مع نهاية يوم الخميس إلى رياح جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 18 كيلومتر في الساعة، وأيضا راح تظهر بعض السحب المتفرقة، العظمى المتوقع 21 أما الصغرى 8 درجات مئوية. يوم الجمعة والسبت والأحد راح يستمر معنا الهواء الكوس خفيف إلى معتدل السرعة، تروح سرعتها ما بين في المتوسط ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 23 إلى 24 أما الصغرى 9 درجات إلى 11 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، لمزيد من تفاصيل حول الطقس تقدرون تنزلون تطبيق كويت مت التابع لإدارة الأرصاد الجوية، ومن خلال حساب وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي. تنتهي جولتنا ونعود إلى الاستديو وزملاء إيمان أحمد ومرضي، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.